السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا مزيانين، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. جيتكم فيديو جديده. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. نبغي نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي وديالكم، قناه ايمان شانيل. الا كنتو تشوفوا الفيديو ديالي الصباح نبغي نقول لكم صباحكم مبروك، ولا كنتو تشوفوا في العشيه عشيتكم مبروكه. نتمنى الفيديو ديالي يدخل عليكم بالصحه وبالهنا، باش ما تمنيتو ان شاء الله وبصحه جديده. هادشي اللي نقول لكم، اهم حاجه في الدنيا ديما كنقولها لكم هي الصحه. الفيديو نتاع هذا النهار غادي يكون ماشي طويل طويل طويل. هذا النهار كان عندنا ما يتقضى، مشينا كان عندنا ما يتقضى في السعيديه، وهنا صورت لكم الطريق اللي رابطه ما بين السعيديه وبركان. هذه الطريق اللي كدوز على كافي مور. غادي نمشي نديكم واحد البلاصه اللي واش غادي نقول لكم توب توب توب، ماشي من ناحيه انها توب، من ناحيه الكالم، من ناحيه الهدوء، من ناحيه كل حاجه كاينه فيها، من ناحيه اللي عنده البزاو الصغار ولا الوليدات الصغيرين يقدر يعني يديهم لديك البلاصه. يعني واحد الكوان، واحد البلاصه اللي جمعت كلش، كل يعني الميزات نتاع انها تستاهل نذكرها في الفيديو ديالي، وتستاهل انني نشاركها معكم. كما عودتكم ماشي اي حاجه كنبارطاجيها معكم، ماشي اي حاجه كنقولها لكم، كنعطيكم الحاجه اللي غادي تنفعكم، كنعطيكم الحاجه اللي غادي تديو بها شي فائده. الوغ لا شفت هذه البلاصه عجبتني ديجا، حنا ديما 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 كنمشيو ليها، قلت نشاركها معكم. كلشي الديتاي غادي يكون عندكم في الفيديو. وما تنساوش قبل، نبغي نقول لكم ما تنساوش تابوناو في القناه، ما تنساوش تفعلوا الجرس، ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وما تنساوش غادي نخلي لكم انستا ديالي، الا مشيتوا لهاد البلاصه تواصلوا معايا قولوا لنا حنا مشينا لها وعجبتنا. خليك ليلي يا غالي ونطير معاك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غالي ونطير معاك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ولو بالعتنا اشتاني في رزقنا، كيف تقلب لحدنا نمشي نشري شي حاجه باش نشربو اتاي، حقاش تما البلاصه اللي غادي يطلعوا اوبليجي نديو معنا شي حاجه اوبليجيشن. بون هذه واحد كافي فيها العواد اللي كنت هذا الفيديو اللي مونطيتو اللي مشاو لي معاه في الفيديو نهار اللي تبيرات علي، وكنت ديجا عطيتكم عليها معلومات بزاف، ولكن مشاو في داك الفيديو ملي فورماتيت البيسي ومشاو دو فيديو قلتها لكم ديجا. المهم هاد القهوه كاينه في طريق بركان مور ركاده، يمكن بواحد 1 كيلومتر ولا الي سوبر بيان. تبيع العود؟ لا امي ما خليتهم سيد عمران، انا العواد صافي بلي بقاو يعطوني العظام. شوف شوف بعد المونتاج رونتري رونتري شتو شدي كيما قلت لكم
فيها العواد، فيها كافي وندروا لي زين. جو فو كونساي بالنسبه للبناء والناس نتاع احفير بركان رقاده. المهم انا وليت لكم باش نشارك معكم رينغ لايت سميتها رينغ. المهم بون انايا ما عارفين عندي عندي الكبيره ما كنستغلهاش ملي كنبغي نسولكم شي فيديو في الكوزينه ولا يعني كبيره ما عندهاش يعني عندها التريبي ديالها كبيره وثقيله وشاده الوغ واش قلت و غادي نشري وحده اللي رجل ديالها ناقصه. شريت التريبي الصغير واخا عندي ديجا واحد ولكن عندي السيبور ديالو قلت غادي نخلي هذا السيبور ديال نتاعها. شريت لي صغيره نشاركها معكم هي هاذي تقريبا نفس الاخرى واش هي هاد الدويره هادي صغيره شايفه فيها هذا صعيب باش يدور. المهم شي مشكل عندي هذا هنا يدور سي با غاف هذا لا ما يدورش غادي نركبها نتمنى تكون عندكم كلشي باين. هيا فيكسيا هذا كيتفيكس ما عنديش مشكله يعني هذا نقدر نهود ونتحكم فيه زير هذا هي كتهود ما عنديش مشكل فيها. الوغ ربي تريبي عندها يعني كابر وكاملين ديجا اللي كانت عندي كان عندي فيها واحد المشكل وما كانوش كان اللي شريتها ديجا عليه كان عاطيها يعني خاسره ملي وليت عندو لقيتو مبقاش داك السيد الوغ درت انيولي. ها ان شاء الله نوريها لكم. ها هي كما كتشوفو التريبي ديالها حسن ماشي حسن كونفورتابل حسن بالاخرى. الاخرى يعني تبغي تحطها وتصور بها ماشي تحركها هاجي صافا تتحرك. هنا جيت للاخر تاع الفيديو غادي نبغي نقول لكم شكرا بزاف على المشاهده ديالكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على البارطاج ديالكم شكرا على الوقت اللي عطيتوه باش انكم شفتوا الفيديو ديالي وشكرا على اي حاجه قدمتوها كمساعده ولا كدعم القناة إيمان شانيل. كما كنقول لكم القناة راها ماشي غير ديالي راها ديالي وديالكم أنا مجرد وسيلة باش أنني نبارطاجي معكم بزاف تاع الحوايج. شكرا مجددا على المشاهدة ديالكم. بغي نقول لكم ما تنساوش تابونا ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب ما تنساوش تبارطاجيو وخليت لكم لهنا. وبالنسبة لهاد الوصفة إلا بغيتوا الوصفة ديالها بالديتاي قولوها لي وغادي نخليها لكم فيديو مفصل وشكرا على المشاهدة وخليت لكم لهنا وإلى اللقاء.